منذ أكثر من 60 يوم لم أتمكن من الوصول إلى بيتي وبيت عائلتي بسبب العمل والتغطية المستمرة في جميع مناطق الشمال، لكن وصلت لهذا المنزل بعد قصف الاحتلال لمنزلي ومنزل عائلتي وتدميره واستشهاد أبي في داخل هذا المنزل وهو يصلي صلاة العصر. تم قصف المنزل بشكل مباشر. طبعا المنزل هنا مكون من 4 طوابق. قام طائرات الاحتلال بإطلاق صاروخ متفجر، قام باختراق جميع الطوابق ومن ثم انفجر بالكامل هنا في داخل هذا البيت. طبعا لولا لطف الله لأصبحت هنا مجزرة كبيرة. هنا كان في داخل البيت أكثر من 60 فرد ممن نزحوا من أقاربي ومن إخواني ومن إخوتي بسبب دمار منازلهم وقصفها في المناطق الأخرى، فنزحوا جميعا إلى هذا المنزل. لكن قبل دقائق من تدمير المنزل خرجوا من المنزل وبقي أبي هنا، كان يصلي العصر في داخل هذا المنزل، فقامت طائرات الاحتلال باستهداف هذا المنزل بشكل مباشر وتدميره بشكل كامل، على أمل أن يصمت هذا الصوت وأن تتغير الصورة عن الحدث وأن أتوقف عن نقل جرائم الاحتلال من شمال قطاع غزة. طبعا كما نشاهد هنا الثياب الذي كان يرتديه والدي أثناء الصلاة استشهد هنا في هذا المكان وهو يصلي. تم قصف المنزل، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولهم.